السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة رسم الحنة بطريقة سهلة جدا، أبسط طريقة جدا، اللي هي بنجيب الورق زي ما انتوا شايفين كده. الورق ده بيبقى عليه رسومات أشكال كتيرة، انتوا بتختاروا الشكل اللي بتحبوه من المكتبة، اوكي. وبعد كده الورق ده بيتقص بالمقص، بتقصوا الشكل اللي انتوا عايزينه بالمقص، بتختاروا اذا كانتوا عايزينها عقلة ولا كف ولا على الرجل، بتختاروا الحجم بتاعها حسب المكان، اوكي. دلوقتي قصادكم هو ظاهر العقل، رسومات صغيرة العقلة، في رسومات الكبيرة للكف الايد. هستخدم معايا دلوقتي قلم الحنة، في القلم الصغير اللي هوريهولكوا دوت لونه بني، ومعايا اللون القلم الكبير دوت القمع الكبير ده دوت لونه اسمر. طريقة الاستخدام بتكون مكتوبة على القرطاس من ورا، مكتوب فيها طريقة الاستخدام ازاي يستخدم. يعني الطريقة سهلة جدا وبسيطة قوي، بتاخدوا بس الرسم اللي انتوا عايزينها حسب ما هتحددوا فين المكان. انا هاخد دلوقتي على الكف، شايفين الرسومات الطويلة دي برضو تنفع بس في الايد من فوق يعني ايه، وديت على الكف او الرجلين، هتبقى حلوة قوي قوي برضو. ديت المقاسات بتاعت الرسومات. وطيب ما قلتلكو ان مش دي كل الرسومات الموجودة، بس ده في ورق تاني اشكال مختلفة، لكن انا اخترت شكل الزهور، تمام. في اشكال تانية كتير. انا دلوقتي هاخد بقى اهيت، انا بختار الرسمة. ده عبارة عن لزق كده ومغلف من ورا ببلاستيك شفاف، بتاخده بالمقص وبتقصه الشكل اللي انتوا عايزينه، وتبدأوا تشيلوا اللزقة اللي في الظهر، ونمسح الايد كويس جدا. وبعد ما نمسح الايد نروح محطينها ونمشي عليها الحنة. دلوقتي هما بيقصيت الشكل اللي انا هستخدمه، انا هستخدمه على ايد بنتي الطفله، تمام. بس انا لما جيت استخدم حسيت ان الشكل ده كان كبير قوي على ايديها شويه، فانا خدت لها الرسمه الكبيره دي، وهرجع اخد كمان رسمه من اللي هي رسمه العقله. الورده الصغيره اللي انا بقطعها دي بتستخدم في عقله الاصابع، بنستخدمها على العقل. اهي انا كده اخترت الرسمتين اللي انا هستخدمهم، واحدة كبيرة على الكف وواحدة صغيرة على العقلة، ومغلفة من ورا ببلاستيك شفاف. بس بجهز بقى، انا جهزت ايد البنت، مكتوب طريقة الاستخدام على القمع من ورا. بتبقى الحنة دي جاهزة، مخلوطة جاهزة وكلها يعني ايه على قد الاستخدام على طول، مش هخف بمية ولا هحط اي حاجة عليها، غير اني بس هشيل المسمار اللي محطوط في القمع من تحت، وهشيل اللزقة اللي على الرسمة. الرسمة بيبقى فيها ورقة كده شفافة بنشيلها. الطريقة دي سهلة جدا جدا وسهلة قوي، عشان اللي مش بيعرف يرسم بالقلم الحنة دي هتبقى طريقة سهلة جدا في الرسم، وبتطلع الرسومات حلوة جدا جدا، وكأن معمولة عند ناس محترفة. زي ما قلتلكوا الرسمة جت كبيرة شوية على كف البنت، بس برضو حلوة، ما طلعتش وحشة، طلعت برضو جميلة جدا. اهي تشوفوا احنا لزقناها ازاي، اهي اللزق بيلزق كويس جدا. اهي انا بقى هاخد ثبتناها كويس، وبعد ما بتثبت تبدأي بقى تملي كل الفراغات. انا استخدمت اللون الاسمر في الحنة، اهي بنزل كده بالشكل ده كده، بنعبي كل الفراغات دلوقتي زي ما انتوا شايفين اهوت، بطريقة سهلة جدا. انا هستخدم دلوقتي بعقلة من عقل الصوابع عندي، وهبدأ اطبطب كده بالراحه جدا واملى كل الفراغات اللي موجوده، تمام. ممكن تستخدموا كمان اي عصايه خفيفه او اي منديل، اي قطنه صغيره، لكن انا بحب استخدم الايد كده، بحس انها طريقه سهله حلوه عليا. شايفين انا اهوت بملى كل الفراغات، اللزق ملزوق كويس جدا، الرسمه مش بتبوظ، بنملى كل الفراغات كويس قوي، وبتحطي الكميه بتاعتك اللي هي تكفي الرسمه كلها، وبس بنسيبها بقى شويه صغيره بس لما تمسك نفسها كده شويه صغيره، ونبدا نرفعها. بنرفع اللزقه بطريقه بالراحه، وبنسيب الحنه ما بنغسلهاش غير بعد الحنه ما تنشف، يعني احنا مش هنشيل الحنه خالص ولا نغسلها غير بعد ما تنشف. اهيت انا شلتها اهيت بالراحه، الرسمه طلعت مظبوطه اهيت، ما مسحتش في بعض، رغم ان الورقه كانت كبيره على كف الايد كمان، بس طلعت برضو تمام. لو كانت رسمة أصغر كانت هتبقى أحسن من كده كمان، لأن الرسمة الصغيرة فعلى الكف بتبقى واضحة أكتر من الرسمة الكبيرة، لأن الكف صغير هنا والرسمة أكبر من الكف.
هوريكم واحدة تانية دلوقتي اللي هو الحجم الصغير منها بتاعت العقلة، وهنلزقها ونجربها. الحنة دي بتفضل متسابة كده لغاية ما تبرد، لغاية ما تنشف خالص، وبعد ما تنشف بقى هوريكم. جيت اجربها الرسمة الصغيرة على العقلة، لقيتها برضو صغيرة على كف البنت، فانا قلت بقى اجربها عندي انا دلوقتي. انا بستخدمها عندي انا لان كف الصوابع العقل بتاعت البنت صغيرة، انا هعملها لكم عندي انا وهتطلع واضحة جدا وحلوة قوي. اهي بملى الفراغات بشوية حنة كده، مش كتير حنة، مش بتحطوا حنة كتير، حاجة بسيطة، والطبطبة طبطبة بسيطة برضو زي ما اتفقنا، بأي قطنة أو عصاية خفيفة أو أي حاجة. بس اهي، ايه رأيكم في الرسمة بتاعتي؟ طلعت أحلى من رسمة البنت كمان، لأن البنت كانت رسمتها كبيرة جدا فجت ضخمة على الإيد شوية. شوفوا الرسمة بتاعتي طلعت واضحة أكتر،